خلال خطبة الجمعة نادى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بترسيخ مبدأ المساواة والكرامة الإنسانية، وذلك عملا بما أكدت عليه خطبة حجة الوداع من جوانب إنسانية التي جاءت في لقاء مشهود بين أمة ورسولها. وزير الأوقاف أكد أيضا أن خطبة حجة الوداع تشتمل على القيم الإنسانية في أسمى معانيها، وأن في هذه الأيام العشر رحمات ونفحات جليلة. لكونها أول وثيقة وإعلان عالمي للحفاظ على حقوق الإنسان، وزير الأوقاف مناديا للعمل بما رسخته خطبة حجة الوداع وما اشتملت عليه من قيم إنسانية تحفظ للإنسان كرامته. النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع أركز على الجوانب الإنسانية في أسمى وأعلى معانيها، عندما قال: أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى. وهذا ما نؤكده كمفاهيم دينية ووطنية، التعايش السلمي والعيش الإنساني المشترك واحترام آدمية الإنسان لأنه إنسان. ولأن سن الأضحية من باب التراحم والتكافل لإكرام الفقراء والمتعففين وإدخال الفرحة عليهم في أيام مباركة كهذه، وزارة الأوقاف تسعى لتحصيل مبالغ أكبر من بيع سكوك الأضاحي لإيصال اللحوم إلى مستحقيه. جمعنا فيه إلى الآن ما يزيد على 25 مليون، وبإذن الله نتجاوز ال 50 مليون. تعاقدنا كدفعة أولى على 350 طن لحوم، نؤمل إن احنا نتجاوز 500 طن ونذهب إلى المناطق في القرى والنجوع والجبال والأودية، إلى المناطق الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، مؤكدين على مشروعية الصك وأنه إنابة عن المضحي. ويبقى العمل وتطبيق ما جاء في دستور المسلمين الإنساني أبرز ما نادت به خطبة الجمعة. باسترجاع الجوانب الإنسانية التي أرصتها خطبة حجة الوداع التي تدعو إلى القيم الفضلى والمثل العليا، وزير الأوقاف من أعلى منبر مسجد الحامدية الشاذلية مذكرة وبما أوصى به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مستشهدا لتبقى في الأذهان متكررة. من مسجد الحامدية الشاذلية وليد هيكل للتلفزيون المصري.